بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة وهداية للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون أيتها المشاهدات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ويسعدني أن يتجدد بنا اللقاء معكم من خلال شرح موطأ إمامنا مالك. ووصلنا معكم إلى كتاب الحج، واليوم إن شاء الله تعالى في باب آخر من أبواب الحج عنوان له الإمام مالك رحمه الله بقوله: العمل في الإهلال. والمقصود بالإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، وذكر فيه بالسند المتصل عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهذه السلسلة الذهبية وهي أصح الأسانيد كما قال العلماء، أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد في التلبية: لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل. ومعنى لبيك أي استجابة بعد استجابة. وقال ابن عبد البر رحمه الله، وقال جماعة من العلماء: المقصود بذلك تلبية نداء إبراهيم عليه السلام حين أذن في الناس بالحج كما أمره الله سبحانه، كما في القرآن الكريم: وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله عن الطبري وابن أبي حاتم في تفسيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قيل له أذن في الناس بالحج يأتوك من كل فج عميق، قال: يا ربي وما يبلغ صوتي؟ قال أذن علي البلاغ، فقد سمعه من في السماء والأرض، فجاءوا يلبون: ألا ترون أنهم يأتون من كل فج. وفي رواية أخرى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فنادى إبراهيم: يا أيها الناس، كتب عليكم الحج فحجوا. فجاءوا يلبون من أصلاب الآباء، فلباه من في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات، فلباه من في أصلاب الرجال وأرحام النساء، فما من حاج يحج من ذلك اليوم إلى يوم القيامة إلا من كان قد لبى نداء إبراهيم عليه السلام. قال الزير بن منير رحمه الله: وفي مشروعية التلبية إشعار وتنبيه إلى إكرام الله سبحانه وتعالى لعباده، حيث إنهم لم يأتوا إلا بعد أن دعاهم فاستجابوا له. ومعنى لبيك اللهم لبيك ثلاث مرات أي للتأكيد، وقد أجمع أهل اللغة على أن التأكيد لا يزاد عليه أكثر من ثلاث مرات، بخلاف ما جاء في قوله تعالى في سورة الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان، أو في قوله سبحانه في سورة المرسلات: ويل يومئذ للمكذبين، أكثر من ثلاث مرات، فذلك ليس من باب التوكيد وإنما هو استئناف. وفي قوله لبيك لا شريك لك إثبات التوحيد لله عز وجل، وهو أجل مطلوب من العبيد، أن يعرفوا ربهم ويوحدوه ويعبدوه لا يشركوا به شيئا، فإن من أشرك مع الله سبحانه وتعالى لا يقبل منه صرف ولا عدل ولا يرفع له عمل، كما قال الله سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال سبحانه وتعالى كذلك: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والأدلة من الكتاب والسنة
على ذلك كثيرة مستفيضة. وقوله لبيك إن الحمد والنعمة لك، أي إثبات الحمد لله سبحانه وتعالى والنعمة كذلك، وإنما قدم الحمد على النعمة لأن الله سبحانه وتعالى يحمد على كل حال ولو لم يكن منه إنعام. وهذا هو الفرق بين الحمد والشكر، ذلك أن الشكر يكون مقابل النعمة، وأما الحمد فيكون مقابل النعمة ومقابل غيرها. فالله سبحانه وتعالى محمود لجماله وكماله وجلاله وجماله كذلك وإحسانه، يكون بذلك منعم، يكون بذلك منعما يستحق الحمد ويستحق الشكر. والنعمة كذلك من الله سبحانه وتعالى وحده، فلا ضار ولا نافع ولا قابض ولا باسط ولا معطي ولا مانع إلا الله سبحانه وتعالى. وما قال سبحانه وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقوله كذلك لبيك لا شريك لك والملك، أي إثبات الملك لله سبحانه وتعالى، فهو المالك وحده عز وجل الذي يملك كل شيء، ومن عداه وما عداه لا يملك شيئا ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. قال سبحانه بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الله الدعوة التامة والصلاة القائمة.
آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقامًا محمودًا الذي وعدته. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. رواه البخاري. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، أينما كنتم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، أينما كنتم. سبحانه لا إله إلا هو، وهذا كذلك إبطال لما كان عليه أهل الجاهلية من دعوة الشريك لله في التلبية، حيث كانوا يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فجاء الإسلام بإبطال الوثنية وإبطال مظاهر الشرك كلها وإثبات التوحيد لله سبحانه،
الذي جاءت من أجله جميع الأنبياء والمرسلين، كما قال ربنا سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقول ابن عمر رضي الله عنهما لبيك وسعديك، أي إسعادا بعد إسعاد، أو أساعد طاعتك مساعدة بعد مساعدة. وقوله وأما قوله الرغباء إليك، أي الرغبة والطمع والدعاء إنما يكون لله سبحانه وتعالى، وكذلك العمل إنما يكون لله، لأن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك في عمله غير الله سبحانه وتعالى تركه الله وشركه. وقد استشكل أو قد استشكل العلماء هذه الزيادة من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كيف تكون في عبادة توقيفية، ثم كيف تكون من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو معروف بشدة تورعه وشدة تحريه للسنة النبوية واقتفاء آثار النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب عن ذلك أن نقول إن الصحابة رضي الله عنهم رأوا أن باب الذكر واسع، وأنه لا تضييق فيه ولا تحجير، لأن الله سبحانه أمرنا أن نذكره ذكرا كثيرا. وكذلك فهموا أن ما كان داخلا تحت عموم النصوص لا يحتاج إلى دليل خاص، فيكفي فيه الدليل العام. ولذلك رأينا بعض الصحابة يفعلون أشياء لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه أمر المشيعين عند وفاته أن يمكثوا عند قبره بمقدار ما تنحر جزور ويوزع لحمها، وحتى يراجع رسل رب العالمين كما قال. وغير هذا كثير، يعني كما في المصنفات مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق. والتلبية أيها المشاهدون أيتها المشاهدات من واجبات الحج، يجب على من تركها هدي، وأقل ما يجزئ من التلبية أن يأتي بها مرة واحدة، فإذا جاء بها أجزأه وقد جاء بالواجب ويسقط عنه الهدي. وأما إذا لم يأتي بها كلية سواء عمدا أو سهوا فإنه لا بد عليه من الهدي. واستحب مالك أن يأتي بها كلما تجدت به حال، مثل أن ينزل أو يصعد أو يقبل أو يلاقي الرفاق أو يصلي أو يأكل أو يشرب أو ينام أو نحو ذلك. وذكر في هذا الباب أيضا عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمسجد ذي الحليفة ركعتين، فإذا استوت به راحلته أهل. وهذا حديث متصل في الصحيحين، ولكن رواه الإمام هكذا مرسلا لأنه هكذا سمعه، وهذا من أمانته وتحريه في العلم، وهو دليل على سنية ركعتي الإحرام وعلى أن التلبية إنما تكون بعد الركوب. وفي هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال بأنها تكون بعد صلاة وبعد الإحرام من الصلاة، بعد الإحرام بعد الصلاة، ومنهم من قال حتى يستوي على راحلته. وذلك أن الصحابة الذين رووا ذلك منهم من رآه لبى بعد الصلاة، ورآه لبى بعد ذلك حين استوت به ناقته أو راحلته، ومنهم من لم يره إلا بعد أن استوت به راحلته ورآه يلبي. وهذا لا شك من الخلاف الجائز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا في الدارين، وأن يزيدنا علما. آمين، والحمد لله رب العالمين.